يلا ولد منان، يلا يلا يلا. ها يا 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 مالك، يلا 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 تروح يا مالك يا عم، تروح تروح يا مالك يا عم، تروح تروح لو سمحت يا عم، تروح الغجب هذا من لو سمحت. ما هو اللي هذا قام الرجال واحد بزاف، تروح يا اخي انا بلاك لو سمحت، لو انت بلاك هي خلي يا اخي لو سمحت، يا اخي لو سمحت خلي مالك علي، مالك علي، انا بدي احسبها بدي احسبها يا اخي، ولا شويه صبر، ولا شويه صبر. طلع هيا يلا 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 لا ما طبعا رجمت الذي في يدك، ايش الذي خلاك تتدخل وتتفاعل في الموقف؟ لا مش واحد صبر تجاهل، وهذا جي يعني نجاهل جاهل جي يعني سندوتش عن عارس سندوتش، هذا اذا كان ب 100 حتى لو كان مليون جي يضربها كذا، يجي يقول له يجي قد قال له انا مسكين انا ما بش معي حاجه انا ابغى اكل، ويمد يده على هكذا. يعني احنا الشعب اليمني اهل رحمه اهل محبه، ما حد يفعل بها الناس هكذا. البنات انا المفروض انه داني بالوضع هذا الايام ما اسمحش لهم يفعل هكذا. ايش رايك باصحاب المطاعم او بعض اصحاب البوافي الذي بيتعاملوا مع المسكين الذي بيدور بقايا اطعام بهذا هذا الطريق؟ مش ولد ناس هذا، ولا عنده ابو رحمه، ويتخيل يعني يتخيل نفسه في الموقف هذا وعايديه الله، يعني كم ما جلس كم ما طلع مقامه هكذا برجع للموقف هذا، وبيحس بالشعور المسكين هذا الادبي. رساله توجهها للناس اللي بيتعاملوا بنفس الطريقه هذه؟ ما يصبرش هذا الموضوع، المفروض عندهم رحمه. يعني الشعب اليمني ماشي بوقت وازمه لا يعلم بها الا الله، وكل من داري بوضع اخوه المفروض ما عادش يتعامل هكذا نهائيا. والله موقف كان طفل صغير يمكن جايع، ولا يعني سمعت صوت يقول ما قد اكل ولا تعشى، هذا حز في القلوب. مستحيل الضمائر تموت عند الشعب اليمني، مستحيل الضمائر تموت عند الشعب اليمني. هذا ان شاء الله نشجع على مثل هذه البوادر، اصحاب المطاعم واصحاب البواغي ان يكونون عون المحتاج الملهوف، وكذلك اصحاب رؤوس الاموال والتجار ان يغيثوا الملهوف، وان شاء الله ما يضيع اجر اي شخص تصدق بصدقه ولا ما يضيع ان شاء الله الاجر. اول ما شفت الموقف على طول قمت اعطيه، قلت لكم المبلغ حقه، اعطيه المبلغ حقه وخلاص. يعني بصراحه انه موقف محرج. رسالة أوجهها إلى القلوب القاسية، يعني لن يلينوا قلوبهم قليل، على المساكين والمحتاجين، احنا في وضع استثنائي، في وضع الناس ضروري كل واحد يرحم الثاني.